ما دام للفنون معنى وما دام في الغنوة صورة، نرسمها تاني احنا وتبقى دي الفزورة. المستمعين السميعة اللي أذانهم موسيقية، تبقى صورة ومعنى ونغمة، مش فاضل غير بس كلمة اللي هي حزر فزر. هكون معاكو أنا ندى سامي وحكاوي رمضان من مصراوي بودكاست. ده جزء من تتر فوازير رمضان اللي كتبها صلاح جاهين للإذاعية أمال فهمي، واللي كانت بتتذاع في البرنامج العام على الراديو. ملك العامية المصرية أحد أهم أركان فوازير رمضان اللي بدأت من الإذاعة المصرية. أسماء كبيرة، شعراء، ملحنين وفنانين، ملوك البهجة، كانوا أساس فوازير رمضان. وكانت المرة الأولى اللي ظهرت فيها الفوازير في مصر عام 1956 من خلال مسلسل إذاعي للإذاعية الراحلة أمال فهمي. كتب الفوازير دي مجموعة من العباقرة على رأسهم بيرام التونسي وصلاح جاهين وبخيت بيومي وكمان بهاء جاهين. نص بسيط بيحرك خيال المستمعين ويوطد العلاقة بينهم وبين الإذاعة، جوائز ومكافآت مادية لصاحب الحل الصحيح. ومن الإذاعة للتلفزيون، كانت أول التجارب التلفزيونية في الفوازير فوازير على رأي المثل اللي كتبها مفيد فوزي. وبعد كده خدت الفوازير منحنى تاني خالص على إيد بص شوف مين ثلاثي أضواء المسرح، سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد. دراما واستعراض وغنى وخف الدم ما تتوصفش. كتب الفوازير بيرام التونسي وإخراج أحمد سالم. وبعودة الأيام يا حبايب نتقابل دايما ونفرفش وإن شاء الله ما حد حوش. وبعد كده جالنا عم فؤاد، 10 سنين وعم فؤاد بيطل علينا بخف الدم، محتوى كوميدي نيل حب الكبار قبل الصغار. الساعة 3:30 العصر تتجمع العيلة علشان يشوفوا فزورة عم فؤاد. 15 دقيقة ضحك ولعب وجد وحب. كل اللي فات ده كان تمهيد ومحاولات لتشكيل مفهوم الفوازير في رمضان، لأن لو قلنا يا فوازير تبقى نالي جمال وخفة ودلال ملهمش مثيل. عروستي، الخطبة، عالم ورق، الدنيا لعبة، وعجايب صندوق الدنيا، مواسم كتير خطفتنا فيهم نالي. وكان صاحب كلمة السر ورا العظمة دي المخرج فهمي عبد الحميد. أسماء كبيرة تجمعوا عشان تخرج الفوازير دي للنور، كتاب، شعراء وملحنين، صلاح جاهين، يسري الجندي، بيرام التونسي، عبد الرحمن الأبنودي وكمال الطويل. وتحولت فوازير نيلي لجزء أصيل من شهر رمضان، ومن نيلي لشريهان. شهر يسلم شهر، يكلم شهر، يعلم شهر، لما وصلنا لأجمل شهر. قدمت فوازير كتير، حاجات ومحتاجات، ألف ليلة وليلة، وعروسة البحور. وشارك شريهان في الفوازير ومن نيلي وشريهان لفطوطة وصمورة. فطوطة مخرج أمريكا، اتعلم سينما في أمريكا. فطوطة مخرج أمريكا، اتعلم سينما في أمريكا. سكتش دمه خفيف بيجسد جزء من فيلم قديم،
وعلى المشاهدين تخمين اسم الفيلم، ويبقى ده حل الفيلم.